في سياق آخر، وفي منطقة المصدر بالعاصمة عمان، أقيم قداس احتفالي بمناسبة تخريج طلبة الكلية الوطنية للاتين المصدر الثانوية العامة، حيث ترأس القداس الأب مروان حسان راعي الكنيسة بمعاونة الأب وسام منصور مدير عام مدارس بطريركية اللاتين في الأردن. أنا أعترف لله القادر على كل شيء، وإليكم أيها الإخوة بأني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال، خطيئة عظيمة جدا. لذلك أطلب من القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى ربي إلهنا. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغ بنا الحياة الأبدية. آمين. المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام. المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام. نسبح الرب العلي. هللويا هللويا. نشارك الملك السماوي. هللويا هللويا. اليوم الإنجيل مصادف ولطيف جدا حتى يوصل لنا رسالة لطلابنا ولإلنا كمان لمستقبل حياتنا ولا مصدر كل حياتنا المسيحية. الله يحبنا والله يعتني بنا. هاي نخليها حلقة بداننا. الأسبوع الماضي قرأنا عن الراعي الصالح واحتفلنا بالراعي الصالح، الراعي الذي يرعانا. واليوم يسوع المسيح عم بعطينا مثال آخر لرعاية الله لإلنا من خلال مثل الكرم والأغصان. قديش الله يحبنا بحكينا الذي يثبت فيه فذاك الذي يثمر ثمرا كثيرا. شو وظيفة الكرمة وشو وظيفة الغصن؟ الكرمة هي اللي بتعطي العصارة والغذاء للغصن، والغصن عليه إشي واحد فقط لا غير، إنه يثمر. يستغل هاي العصارة اللي تعطى باستمرار ومن دون توقف للغصن وبس حتى يثمر. وهنا محبة الله لإلنا. الله يحبنا ويعتني بنا، بعطينا كل النعم اللي إحنا بحاجة لإلها، ولكن الشطارة فينا إحنا اليوم أن نثمر هاي الثمار التي تدل على أنه إحنا بوحدة واحدة مع الله تعالى وإحنا عم نرد المحبة لله تعالى.